تعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ونحن به ولا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلقها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الطاعة فليتزوج فإنه أغض للبشر وأحسن للفرد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوج للودود الولود فإني مقاتل بكم الأمم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. او كما قال عليه السلام. فاي شخص جلسة عبنا بين سيدات مني كتير بني بناتر مني نسات مني تعنات دي رہے ہیں نحل قاتمة جائبا مولانا صاحب بائشن صاحب کی صاحبزادی سنا خان کو ڈرائیور میں یہ بات کی کیونکہ والد کی وکالت سے حاضر مجلس کے موجودگی میں آپ کے نکاح میں بیوی بنا کر دی آپ نے اس کو اپنے نکاح میں بیوی بنا کر قبول کی بارک اللہ مجھے مبارک علیہ تو محمد علیہ السلام کے